الفكرة بالنسبة لي جت من خلال الطريقة اللي أنا كنت بدرس بيها في كليتي، نظرا أن أنا كنت بدرس تابع نظام بريطاني هيئة إيدي إكسل، فنظام الدراسة بتاعتي كان في شق عملي كبير جدا جدا جدا، يمكن كان أكتر كمان من النظري. فطبعا ده اللي خلاني أدرك إن في فرق كبير جدا ما بين الطريقة اللي أنا بدرس بيها والطريقة اللي سائدة يعني في النظام المصري، سواء في المدارس سواء في الجامعات. بالتالي تولدت فكرة كرياتور كيدز عندي، وبحس إن أنا أستغل الشغف اللي بيكون عند الأطفال، إن أنا أخليهم يفهموا حاجة مش بورقة وقلم، ولكن بتطبيق تجربة معينة هو اللي بيعملها وهو اللي بينفذ. اللي بدرسه في جامعه لطلاب جامعه بقدر ان انا ادرسهم من 4 لـ7 سنين ولغايه 12 سنه. لغايه نفسه هيولع خلاص. حد يعرف يقول؟ عملنا بالالومنيوم وحطينا على الالومنيوم ميه. المقابل بسيط جدا بس الموضوع ممتع جدا ان انت تشوف اطفال زي دي عارفه يعني ايه كيمستري. بس يمكن الحلم الأكبر بالنسبة لي إن المشروع يوصل لليفل أعلى بكتير من كده، ويكون معتمد من الوزارات المعنية، لحد ما أوصل لإن يكون في شريحة كبيرة من المجتمع مستوعبة ومدركة أهمية الكورس أو أهمية الكونتنت بتاع الكورس اللي أنا بقدمه.